إن جاءك زائر ورأيت حيوانك الأليف قد أصبح شرسا على غير المعتاد، فلا تتجاهل هذا الأمر، فالخطر يحدق بك. لم يكن يعلم سكان أهالي مدينة هايد التابعة لمقاطعة مانشستر في إنجلترا مقدار الرعب الذي ستحمله الأيام القادمة لهم. نعم، لقد كانت نساء تلك المدينة هدفاً لقاتل متسلسل. في مدينة هايد، إحدى ضواحي مقاطعة مانشستر في إنجلترا، وتحديداً في منزل السيدة ماري ويست، كانت هناك خطوات تسمع وتطمع وطرقات لزائر يبدو أنه اعتاد على زيارتها، إذ أن السيدة ويست استقبلته بحفاوة كبيرة، لكن كلبها الودود الذي اقتنته حديثاً لم يكن كذلك، فقد أصبح عدوانياً بشكل مفاجئ، كشر عن أنيابه ولم يتوقف عن النباح، بل كاد أن يهجم على الضيف ويمزق وجهه، وكأنه شعر بوجود كيان شيطاني مرافق لهذا الرجل، ولم يهدأ حتى غادر الأخير المنزل. بعد اعتذار السيدة ويست منه مراراً وتكراراً عن سلوك كلبها غير المعتاد، نعم، لقد شعر الكلب بوجود خطب ما، ذلك لأن صاحبته السيدة ويست وقعت بعدها بلحظات جثة هامدة. وتواصلت الخطوات الغريبة ذاتها إلى المنازل، وبدأت النساء في الحي تتساقط صرعى، ولم يكن هناك أثر لوجود شبهة جنائية، بل كانت جميعها ميتة طبيعية، أثر نوبة قلبية أو ناجمة عن آثار الشيخوخة. لكن اللافت في الأمر وجود ذلك الغريب الذي سكن في الحي المجاور، كان يسير دائما بشكل مريب بصحبة كلبه، ولم يكن يحدث أحدا على الإطلاق، وكان يعيش بمعزل عن الجميع تقريبا. وفي مكان ليس ببعيد كانت السيدة كاثلين جراندي تعيش وحيدة في المدينة ذاتها، ولم يكن أحد يؤنس وحدتها سوى بعض زيارات من ابنتها الوحيدة وطبيبها الخاص الذي كان يعتني بها ويشرف على جميع فحوصاتها الطبية. تناهت إلى مسامع السيدة جراندي خبر وفيات النساء في المدينة، لذلك تملكها الرعب وأفضت بمخاوفها إلى طبيبها الخاص، فطمأنها الأخير بأن الأمر لا يعدو كونه مجرد صدفة. لكن مخاوف السيدة جراندي لم تكن عبثا. ففي الصباح اليوم التالي حاولت ابنة السيدة جراندي التواصل معها، لكن أحدا لم يجب. لذلك عندما وصلت إلى المنزل وجدت والدتها جالسة على الأريكة جثة هامدة. كانت الصدمة بالغة بالنسبة للجميع، فالسيدة جراندي لم تكن تعاني من أي أمراض تذكر، لذلك كان موتها غريبا وخاصة لابنتها الكبرى. بعد وفاة السيدة جراندي اختفى الغريب الذي يسكن الحي المجاور، ولم يظهر له أثر، وتبين فيما بعد أنه صديق قديم للسيدة ويست صاحبة الكلب، لذلك بدأت الشكوك تحوم حوله. لكن الأمور انقلبت رأسا على عقب، فبعد وفاة السيدة جراندي حدث أمر غريب أكد وجود شبهة جنائية في وفاتها. عندما قدم محامي السيدة جراندي وصيتها أمام عائلتها، بدت وصيتها مريبة، لأنها تركت معظم ممتلكاتها لشخص اسمه شيبمان. كانت ابنة جراندي أنجيلا وودروف محامية، وأدركت أن الوصية مزورة، وأبلغت الشرطة بها، لأنها علمت أن والدتها لن تترك أبداً 300,000 جنيه استرليني لشخص يدعى شيبمان باستثناء ابنتها وأحفادها. وسرعان ما تم فحص جثة جراندي، وتبين أنها ماتت بسبب جرعة زائدة من المورفين. كان شيبمان آخر شخص رأى جراندي على قيد الحياة، ولم يكن شيبمان سوى طبيبها الخاص. أتذكرون الشخص الذي زار السيدة ويست قبل وفاتها بلحظات؟ نعم، لقد كان هو ذاته طبيب السيدة ويست أيضا. قتلها السيد شيبمان كما قتل السيدة جراندي، بجرعة زائدة من المورفين
أثناء زيارته لهما لأخذ عينة دم، كما أدين بتزوير وصيتها وخطابين لتأمين ممتلكاتها البالغة 300,000 جنيه استرليني، بالإضافة إلى تغيير سجلاته الطبية للإشارة إلى أن الأرملة كانت مدمنة للمورفين. فتشت الشرطة منزل شيبمان، وكان لديه آلة كاتبة كانت تستخدم لتزوير المستندات. تم القبض على شيبمان بتهمة قتل السيدة جراندي، وارتبط ب15 جريمة قتل أخرى لمرضاه، وقد اتهم بقتل 260 مريضا، وفي النهاية حكم عليه بالسجن مدى الحياة. هذه هي نهاية حكايتنا لهذا اليوم، نراكم في قصة جديدة إن شاء الله.